العائلائيين. خمسة 16 دقيقة أرجع لكم في قايلين، مازلنا مواصلين معكم لستة متاع العشية كما العادة ديما في ساعتنا الأخيرة. نحكيه مهرجانات دولية صيفية في تونس، باش نحكيه الليلة اليوم بليتو، وهي الليلة الحقيقة معناتها باش تكون اختتام مهرجان الحمامات الدولي في دورته 56 تتسويت في الفستيفال. الفستيفال الفستيفال الليلة 19 أوت 2022 يصدر الستار واختتام للدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي. الدورة هذه اللي كيما تابعتوا أكيد الناس الكل ديما عندها الخصوصية، يعني شفنا فيها عروض حصرية، شفنا فيها يعني عروض موسيقية، أنماط موسيقية مختلفة يعني في تونس. شفنا العروض يعني من أمريكا، من يعني عروض لاتينية، شفنا عروض زادة من فيها يعني خلينا نقول أنماط موسيقية إفريقية وأيضا زادة شرقية، شفنا عروض حصرية كما عرض الفنان حمزة نميرة اللي كان حصري في دار مهرجان الحمامات الدولي. زادة ممكن نجم نقوله الاكتشاف بالنسبة لبرشا تونسة مغنية البوب الكندية فوزية اللي كانت موجودة لركح مهرجان الحمامات الدولي. هي دورة 56 اللي عادت يعني تقريبا بعد عامين خلينا نقوله من ما تعرف الناس كل اللي كان ثم كوفيد في تونس، لكن كانت ثم عروض يعني تقتصر عروض صيفية محلية وطنية خلينا نقوله، ويعود مهرجان الحمامات الدولي خلال هذه الصيفة بدورة دولية متنوعة كما عودنا مهرجان الحمامات الدولي بالخصوصية متاعه وبمختلف الأنماط الموسيقية واختيار العروض متاعه. الليلة مش يكون الاختتام، الليلة الاختتام مهرجان الحمامات الدولي بعرض لعدنان الشواشي فرقة الوطن العربي للموسيقى تحديدا بقيادة المايسترو عبد الرحمن العيادي. الليلة عدنان الشواشي سيقع في هذا الحفل تكريم المطرب والفنان التونسي الأصيل شادلي الحاجي، أيضا مشاركة للمطربة المتألقة إيمان محمد، وأيضا وموهبة سعدة باش تكون اليوم موجودة على ركح مهرجان الحمامات الدولي أمنة دمق والكبير يعني والقدير أيضا والمطرب الأصيل عدنان الشواشي. هي سهرة منتظرة الحقيقة لأحباء الفن التونسي الأصيل والطرب التونسي الأصيل كما قلت الليلة تلقاوها في إطار مهرجان الحمامات الدولي. عديد المهرجانات أيضا سوف تختتم في قادم الأيام، منها مهرجان قرطاج الدولي سوف يختتم يعني غدوة بعرض للفنانة شيرين أمام شبابيك مغلقة، وبقية يعني المهرجانات اللي يعني قاعدة رويدا يعني كما قلت حول يعني أنه الستار يسدل. بالنسبة لليلة كما قلت الليلة تلقاو في الحمامات اختتام مهرجان الحمامات الدولي اللي كما قلت حفلة خاصة، هي الحقيقة باش تكون خاصة نوعا ما، فيها عدة تكريمات وأيضا في الكواليس ممكن باش يكون تكريم زاد الفنانة الراحلة ذكرى محمد الليلة في الحمامات. عدنان الشواشي رفقة فرقة الوطن العربي للموسيقى اللي باش يكونوا موجودين الليلة على ركح مهرجان الحمامات الدولي، تكريم أيضا الفنان شادلي الحاجي مع مشاركة المطربة إيمان محمد وموهبة الصاعدة أمنة دمق. كانت هذه الفستيفال